معلش بقى يا بيبو يا ابني، ما تزعلش نفسك. والله العظيم انا نفسي اجوزك بالصدق وافرح بيك، بس انت شايف الغلا اللي احنا فيه. طب وبعدين يعني يا بابا؟ هفضل قاعد جنبك كده لحد ما اعجز؟ تعجز ليه يا ابني؟ هو انت عندك كام سنه؟ عندي 20 سنه. بحال امك يعني؟ مش تقسيط يعني يا ابني؟ استنى شويه، انت لسه قدامك الامر طويل. قول انت بس يا رب، وان شاء الله ربك يفرجها. ولو ما فرجتش اعمل ايه؟ يبقى بيعني يلا عشان ترتاح. لا بابا انا لو بعتك مش هتجيب حاجه، بس اقول لك بقى على المفيد، انا اخر السنه دي لو ما خطبتش هروح بقى اتجوز البنت اللي انا بحبها من وراكو، واجيبها واقعد بقى هنا في قلب البيت، وباخد امي بقى وتجرني في اي مكان بعيد عن هنا. اه يا ابن الجزمه، والله ناقص وتعملها. بس اقول لك على حاجه، يلا انت حظك حلو، امك الفتره الجايه هتورث فلوس قد كده، واوعدك اول ما تورث الفلوس دي وقفشها بايديا دول هدوزك واخلص منك عشان تنزل من على ودني بقى. بجد يا بابا؟ حبيبي ايه يا بابا، انت فعلا هتورثي زي ما بابا بيقول الفتره الجايه ولا ايه؟ اه طبعا يا حبيبي، بس هو انا ما قلتلكمش؟ لا يا ماما ما قلتيش. في ايه يا اخويا؟ مش انا اتورثت وخدت نصيبي في الورث وطلع لي 100,000 جنيه بحالهم؟ ايه ده بجد؟ الحمد لله. مش قلت لك هتفرج يا ابن المحظوظه بايدلك في القفص؟ طب ايه يا حاجه، مش هتيلا بينا بقى نقوم نروح نجيب الفلوس ولا ايه؟ ايوه يلا يا ماما، خدي بابا وروحي اجيب الفلوس، خلينا نخلص بقى. نعم نجيب ايه؟ الفلوس يا حاجه، الفلوس اللي انت ورثتيها. فلوس؟ اسكتوا، مش انا بقى ما قلتلكمش؟ في يا ماما تاني؟ انجزي يا حاجه خلصوا وقولي لنا، خلينا نروح نجيب الفلوس. اصل بصراحه كده الفلوس اللي انا ورثتها سبتها لاخواتي، اصلهم محتاجين. يرضيكوا برضو اخواتي يكونوا محتاجين وما اقفش جنبهم؟ نعم نعم، الله يخرب بيتك. وبيت امي اللي كان ورانا وشك يا بعيده، يعني اخواتي كده عندهم فلوس وبيت وراضي قد كده، هم اللي محتاجين. ابنك الغلبان اللي مش لاقي حد يجوزه ده هو اللي مش محتاج. ده يا رب يلحقنا اللي على الصبح دي. بقول لكم ايه، محدش يتكلم معايا ربع كلمه، انا ما عملتش مصيبه يعني. وبعدين اخوات البنات مش احسن مني في حاجه، ما هم كلهم عملوا كده، هي جت عليا يعني؟ ايوه يا اختي، بس اخواتك دول مبسوطين ومش محتاجين لاي حاجه، انما انت لعنه الله عليك. صدقي بالله ان انت مره عره ووش فقر، وما تستاهليش انك تعيشي معايا في البيت ده لحظه واحده بس. بقى يا بنت المفتريه تسيب المبلغ ده كله لاخواتك عشان هم قال ايه محتاجين؟ اقول لك على حاجه، انت طالع امي بقى زي الشطوره كده، روح امك لمي هدومك دي وروحي بقى عند اخواتك خليهم ينفعوكي. ماشي يا مفتري. مره نحس وش فقر ولا تزعل نفسك يا بيبو، ادخل الاوضه هات علبه الذهب اللي في الدولاب، هننزل نبيعها، عمتي لا غيرها دي مواطنه. حاضر يا بابا.